هذا يسأل عن الجمع، جمع بين الصلاتين في السفر، كيف يجمع بين الصلاتين؟ تجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، إما أن تقدم العصر وتصليها مع الظهر في وقت الظهر، والعشاء تقدمها وتصليها مع المغرب في وقت المغرب، وهذا يسمى جمع التقديم. وإما أن تؤخر الصلاة الأولى، تؤخر الظهر صليها مع العصر في وقت العصر، وتؤخر المغرب وتصليها مع العشاء في وقت العشاء، وهذا يسمى جمع التأخير. هذا يسمى جمع التأخير. أنت بالخيار بين جمع التقديم وجمع التأخير، تفعل ما تراه، ما تفعل ما تراه أرفق بك، ما تراه أرفق بك. نعم.